مساء الخير والسعادة على كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. كل سنة وإنتم طيبين، وفي رمضان دايماً متجمعين مع أكلة أمي وذكريات أكلة أمي والمطبخ الجميل ومتنوعات السفرة بتاعتنا. مطبخنا وبرنامج أكلة أمي من بداية الشهر الكريم بيكون معانا نجوم شاشة القناة الأولى اللي بتشوفهم دايماً في النشرات الإخبارية، مبدعين ومتألقين وكمان في صباح الخير يا مصر، فبيكونوا ضيوفي في البرنامج بتاعي. عشان كده البرنامج السنة دي متغير، رمضان في مصر حاجة تانية وأكلة أم السنة دي على شاشة القناة الأولى بالتأكيد حاجة تانية. طبعا معايا الماتيريال زي أي بيت مصري أي بيت عربي، تفتح التلاجة في لحمة مفرومة، في شرايح من التوست باقية من الفطار، معانا عجينة جلاش، معانا بسلة، معانا زعتر، معانا قشطة، ممكن تعمل القشطة في البيت، طماطم وبصل، وده موجود في مطبخنا. تمام، المفاجأة بقى في البرنامج بتاعي، الضيف بتاعي هو اللي بيقول المنيو من خلال المقادير الموجودة معايا والماتيريال اللي موجود معانا. مش عايز اطول حضراتكم لانه بالتأكيد عايزين تشوفوا النهاردة نجمتنا المتألقة دائما على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. هي طبعا مقدمة النشرة الإخبارية والبرامج السياسية وتغطية المؤتمرات القومية اللي بنشوفها دائما، ولكن بعد الفاصل المفاجأة مين هي نجمتنا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واكيد حضراتكم عايزين تعرفوا النهارده من نجمتنا، ولكن قبل ما نعرف هي مين نعرف ان هي مقدمه البرامج السياسيه ونشره الاخبار وكمان تغطيه افتتاحات المشروعات القوميه. وهي زي ما هي شاطره في شغلها وعملها، على فكره شاطره جدا في المطبخ، مطبخها كلاسيكي، بتحب تجدد دايما من المطبخ بتاعها وتطلع بره المضمون. يعني الاكله مثلا مكوناتها بصل وتوم ولحمه مفرومه، لازم تضيف التركايه بتاعتها، وسموها في العيله هبه صاحبه التركايه. معايا الاعلاميه القديره الاستاذه هبه حسين، ضفت في الاستوديو النهارده، اتفضلي يا استاذه هبه. مساء الخير يا شيف، وكل سنه وحضرتك طيب وكل طيب مشاهدينك بخير، ورمضان كريم عليك أكرم. وعلى كل حبايبك وكل الدنيا، كل سنه طيبه وحضرتك طيب وبالف خير. شكرا خالص على التقديمه الجميله. اشكرك، عشان كده هخلص البرنامج واشتغل مذيع اخبار. وهي المهمة صعبة قوي كمان بالنسبة لي، ان انا احول اخرج بره الاطار. يعني بعمله في بيتي بس ان انا اطلع قدام الكاميرا اخرج بره الاطار، ده موضوع صعب. ربنا يستر. وموضوع صعب بالنسبة لي كمان ان انا استضيف مذيعات شاشة القناة الأولى واشوفهم بقى، اللي بشوف التألق على الشاشة وفي المطبخ. لا يسعدنا، لان احنا طبعا الاستوديو بتاعنا كبير قوي، فدايما يجي الوقت بتاع برنامج حضرتك ونبقى داخلين بعد كده النشره في اللوكيشن بتاعنا بتاع النشره، نقول هو الشيف مغازي النهارده عامل ايه، ده ريحه الاكل حلوه. نقعد بقى نخمن، يعني المذيعات بقى يقعدوا يخمنوا، يمكن الشيف مغازي في البعض بيعرف من الريحه، ريحه تقليه، طب ريحه حاجه حمرها، طب النهارده في سمك. وخاصه لما تكون طشه الملوخيه في الاستوديو. صحيح صحيح. اتفضلي. كل سنه وحضرتك مكانك. طبعا في مسؤوليه كبيره على حضرتك النهارده. خايف. خايفه من المسؤوليه، رغم ان انا بعملها في البيت بس يعني قدام المشاهدين هتبقى صعب الموضوع. احنا فتحنا الثلاجه لقينا فيها الحاجات دي كلها، معانا لحمه مفرومه، حاجات حلوه وريحتها فريش كده وباينه جميله، يعني كلها يعني مشترياتنا ليها. معانا زعتر فريش ومعانا بسله ومعانا توست، شرايح من التوست مع لحمه مفرومه. أيوة. وبصل وتوم، ده صديق المطبخ موجود دايما. ومعانا قشطه وعجينه جلاش. حضرتك بتتكلم وانا بترجم. ما انا عارف، ده مذيع ترجمه فوريه في المخ كده على طول. كلمات نحطها في جمله مفيده. هنحطها في جمله مفيده. طيب اول حاجه اللحمه المفرومه والخضره والتوم والبصل. انا بحبها قوي، يعني على فكره في بطاطس كده بعملها. بحط كل المكونات بتاعه المحشي اللي هي الثوم والبصل والشبت والبقدونس والكزبره الخضراء، وممكن الزعتر ده حضرتك بقى هتضيفه. بس احط كمان نعناع وكمون. هي دي التركايه. واحط شويه بقسماط او حمص مطحون. حلو. واعجنهم كويس في الكفته، والبقسماط ده هايل جدا، بيبقى علشان بيمسكها متبقاش فكه. وهصبعها وتبقى رفيعه. علشان دي لازم الوصايا الاساسيه بتاعت ماما، لازم الكفته تبقى رفيعه. أيوة. عشان في التحمير بتدخل، ده انت قلت الوصايا الاساسيه، ما يبقاش شكل الصباع وحش. أيوة. وتخين. مهم جدا. فلازم الكفته تبقى الصباع متساوي ورفيع عشان هو لسه هيتخن في التحمير. تمام. وبعد ما ننشلها بقى من الزيت نطلعها كده، نعمل تومه صغيره بنقطه زيت او حته سمنه صغيره،
وبعدين صلصة تتسبك عليها، وبعدين نضيف شوية مية. أول ما تغلي نحصقطين فيها تنسيش نزل فيها السكر عشان الحموضة بتاعت الطماطم. بجد؟ مشاكل الحموضة بتاعت طماطم الصلصة اللي في طماطم الصلصة. بنضيف معلقة سكر عشان اللي عنده مشكلة مع الكولون والارتجاع من الريق، هي بتعالج الحموضة وجود السكر فيها. طب حلو قوي دي، ترجمت لي حاجات تانية كده. ولازم هنا برضو هنا بتعلم المدرسة. لها الكلام هياخدنا، وهقول لحضرتك بس بعد ما بننزلها بقى. لا الطماطم بتبقى خلاص بقى الكفتة بدمعة بقى. تعملي بيتزا، تعملي صوص طماطم لأي حاجة، شوربة طماطم، هي معلقة سكر لواحد لتر من صوص الطماطم أو عصير الطماطم. حلو قوي. هو عموما السكر ده يعني بيتحط حتى في السلطه، بنحطه شويه سكر مع الملح او معلقه عسل. صح. معانا قشطه ومعانا عجينه جلاش، حذر فذر. حلو قوي. ومعانا زبده. الجلاش برده ممكن اللحمه المفرومه تتعمل، طبعا يتعمل حادق. جلاش باللحمه المفرومه بس تبقى متعصجه. وممكن جلاش بالجبنه. معاه جلاش صوره مفتوحه، الجبنه بالزعتر او بالفلفل الاخضر. ونضربها في الكبه وتتعمل برده جلاش، ده حادق ويبقى حلو قوي على السفره. حلو. وبالمناسبه انا بعملها من اول رمضان عشان الولاد بيحبوها الجلاش. جلاش يعني بالجبنه بيحبوه قوي مع يعني صدفه ان انا عامل المنيو النهارده على مزاجك. وممكن بقى نعمله حلو، بس انا عمري ما عملته بالقشطه، انا ممكن اعمله بالمكسرات. حلو. ومش لازم مكسرات يعني بندق وفستق، ممكن سوداني مع الزبيب مع جوز الهند، بيدي طعم حلو خالص ويبقى جلاش حلو. ويتسقي شربات يا شباب، دي شاطره جدا في المطبخ ده. يعني المفروض انت حضرتك النهارده اللي هقف مساعد بتاعي. لا يا نهار ابيض، احنا ما نقدرش جنب حضرتك نقول حاجه يعني. لا احنا الجلاش على فكره نقدر نعمله الزنين الست، نعمله بالجلاش بالقشطه. نعمله حلو. انا بدخله الفرن الاول يستوي. وبعدين بعد ما يطلع اسقيه بقى ياخد الشربات بتاعه. بس ببقى دهن الوش بسمنه، بس لازم يكون الشربات بارد والجلاش سخن. ايوه ده لازم. برضو ماما دايما كانت تحفظني دي وانساها، ولما اجي اعمله اكلمها اقول لها هو حضرتك قلتي لي ايه اللي لازم يبقى بارد وايه اللي يبقى سخن؟ عشان يبقى السمول قدره دي بتفكرك بيه بقى، القدره الحلوه دي الفول ولا ايه؟ فول اساسي دي، ما فيهاش غير فول. طبق الفول على السحور عندنا مختلف. اساسي. فعلا انا بحب الفول في السحور قوي. طب معانا طحينه ومعانا فول، هعمل الفول النهارده بالطحينه وزيت الزيتون. حلو قوي. بس على طريقتي ولا أنا بحبه. ولا للسحور؟ للسحور، احنا دايما معانا طبق سحور كل يوم، يعني بنريح ست البيت كمان في ان هي ما تفكرش في السحور. طب وهو الطحينه ما تعطش؟ ما هي دي تركايه بقى. ان انا ازاي انزل بالطحينه على الفول امتى وما تعطش اللي صايم تاني يوم. ما تعطش اللي صايم. طب حلو. على فكره الفول من الاكلات الموثقه في اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بموسوعة الأغذية الشعبية المصرية، دي واخدة التوثيق الرسمي بالشعار المصري. أيوة هي وهي أكلة مصرية. والموسوعة الأغذية الشعبية المصرية هي إحدى مخرجات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يعني العالم كله بيشهد بكده، وبالتعاون مع المركز القومي للبحوث. مؤلفين هذه الموسوعة معانا الدكتور مجدي السيد والدكتورة نهال سامح. حلو. طبعا أنا مستمتع، أنا شخصيا بعرف حاجات ما كنتش أعرفها. شفت العلم ده كله والسنين في المطبخ دي كلها، يعني ان انا اعرف ان الفول المصري متوثق والعالم كله يشهد، سواء باميه، فول، حاجات كشري، لا لا لا، سخينه اللي هي بتتعمل من الرز والخضره، حاجات كتيره يعني لما نقراهم كده سمعا وطاعا. والعلم لما يتكلم والطعميه دي اساسي، الطعميه بتاعتنا المصريه بقى بالخضره بتاعتنا اساسي. والابحاث العلميه لما تتكلم سمع حس، مفيش كلام بعد كده. خلاص كده نخش بقى للمعركه. اعمل ايه؟ ايوه هتساعدينا اكيد، يعني انت شاطره في المطبخ ولازم استفيد من خبره حضرتك. تحت امرك. وهنلحق قبل الفطار؟ لا طبعا، ده هنعمل المنيو وناكل ونرسم الاكل ونازم الاستوديو كله. ايوه لازم الاستوديو كله. اتفضلي ست الكل. احنا بقى النهارده ابدا باول حاجه الكفته، اللي هي كفته اللحمه بالبطاطس والطماطم. هنرسم لوحه فنيه. استاذن حضرتك تلبس لنا جلافز كده. طبعا في المطبخ بتلبس الجلافزات ديت ولا بتتعمل؟ مش دايما هو بس طبعا لازم ببقى متاكده من مش لازم من يعني احنا طبعا على الشاشه كده. انا بعمل اكل البيتي يعني هبقى اكيد خايفه عليهم في كل حاجه، هي القصه ان واحد يغسل ايده. وده اللي دايما اكده للولاد لما يجوا مثلا يعملوا حاجه اقول لها غسلت ايدك قبل ما تيجي تساعديني قبل ما تخشي؟ هو طبيعي اول ما نخش البيت لازم نعقم ايدينا ونغسل ايدينا. أيوة ايا كان. أيوة سلمنا فتحنا ابواب وهكذا. طيب المقادير بتاعتنا فريق العمل الجميل اللي انا بشكره. انا عايز اقول لك حاجه بس مفاجاه كده الاول.
انت دايما بتبهرنا باكلك الحلو واللي احنا دايما بنذوقه برضو على فكره. ساعات نبقى مستنيين ومتشوقين اللي انت هتطلع بيه، فانا قلت اجيب لك حاجه بسيطه كده رمضانيه وهتقولي رايك فيها بعد الفطار عشان انت صايم. هديه هديه من عمل ايديا. اشكرك. ميرسي جدا شيف. هختبرك برضو واسالك واقول لك هي ايه. باينة صح؟ ده بص اديني سياق ده باينة. بص الأرض من الفلفل الحار. لازم أمسك الشوكة وأبحث عشان إيه. مش هنقدر ندوق بقى. مش هنقدر ندوق بس يعني أقلب فيها عشان معاش الفخ. لا تسلم إيدك يا أستاذة هبة. أوه ده صديقتي مسقعة وباردة. بس بعملها بقى بشكل شوية لا البتنجان فيه كلاسيكية في التقطيع. أقول لحضرتك حاجة هو مش بس يعني لا ما التقطيع مش عارفه هو جاي كده جاي كلاسيكي وانا مش قصدي. لا لا بقى شيف بقى واحكم بطريقتي. هقول لك حاجه بقى يا شيف. حضرتك قلت لي دلوقتي وصفه ان السكر بيخلي ان الصلصه ما تعملش نوع من الحمو صح؟ مظبوط. يمكن ده السبب بقى اللي انا بقيت احب فيه المسقعه. وان برضو ولادي واهل الاسره يعني الكبيره حتى العيله ابتدت تحبها في ايه. انا بعمل المسقعه بالزبيب. فالزبيب بيدي تسكير. لا دي بصي حلوه بقى. انت داخله جوه اعماق المطبخ. السكريات بتاعه الزبيب الطبيعيه بتاعته الظاهر بقى دي ترجمتها. مظبوط. ممكن بينفعل مع الفليفر والتست بتاع البتنجان. الحموه بتاع البتنجان ده ما يبقاش موجود. مزبوط. ممكن يبقى ده السبب. نرجع للمدرسه اللي هي السكريات اللي هي معلقه السكر في صوص الطماطم بيشيل الحموضه. ما انا كنتش فاهمه ليه بقى. شفت اهي اللي حضرتك قلتها لي فانا قلت ان انا اكيد هي دي ترجمتها. وبعدين انا بطش فحمه في البتنجان بعد ما اقليه. لازم اطش فحمه في الخضار بحس ان هو بيدي تدخينه حلوه طعم حلو. لا لا انا عايز بس الساده المشاهدين يشوفوا الزبيب حتى باين. الزبيب من نوع يعني الزبيب في الزبيب نوعين يا اخوانا اللي هو العنب البناتي الابيض والاحمر. ده زبيب احمر صح؟ ايوه صح. فهو يمشي مع ما يبانش انه زبيب. فده اختيارك لنوع الزبيب بالذات كلاسيكي. يعني ما جبتش الزبيب الابيض بجد؟ اه والله العظيم. انا مش قصدي. وانا لازم اترجمها بقى. انا صريحه انا مش قصدي. لا هي بس جايه معاك كده بتيجي معايا كده بحسها حلوه فبقى. يمكن انا بتذوق لكن مش دارسه علميا كده زي حضرتك. الزبيب الاحمر ده جميل جدا على فكره. وانك تضيفيه كمان على الرز البرياني والحاجات والحشوات لطيف. لا تسلم ايديكي. والطبق ده يعني عايز اقول لك بغلفه كده وافطر بيه بجد. ده انا والاولاد النهارده والمدام يا رب يعجبه ان شاء الله. تسمحي لي بقى اشيله؟ طبعا طبعا. خلاص تمام. اصل خلي بالك الاكل اللي بيتعمل ده فريق العمل كلنا طبعا اللي بيفطر هنا بنفطر كلنا مع بعض وطبليه واحده بتلمنا أكيد. وبنتكلم بنتحاكى بقى عن الاكل وطعم الاكل. ودايما احنا بنبقى حريصين قوي في رمضان في القناه الاولى ان احنا نتجمع ونفطر فطار جماعي واللي بيعرف يعمل اكله حلوه بيجيبها لزمايله ونفطر مع بعض كل واحد بمجهوده على استاذ احمد عوض. الجو الاسري كل واحد بمجهوده. أيوه. تعالوا مع بعض نشوف مقادير صينيه الكفته بالبطاطس واللحمه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. انا مجهز لحضرتك اللحمه والطماطم متقطعه شرايح بالشكل ده كده والبطاطس لو شفت هنا انا مقطعها برضو ازاي اهيت. حلو قوي. يعني انا مجهز كل حاجه. حضرتك قليها نص قليه ولا ايه؟ نص قليه. شفت ازاي جوه دي البطاطس الصينيه. هنحط بقى واحده بطاطس وواحده لحمه يعني شرايح رق ورق رق ورق. هنرسم لوحه في الطبق دلوقتي. أوكي. تمام. حلو. حلو. ناخد البطاطس. بطاطس باللحمه المفرومه. ايوه نخليها هنا كده. دي اكله جميله. نخليهم كده. شفت البطاطس تتعمر بالشكل ده كده. حلو قوي. هي تقريبا نص سوا. دي بس بيبقى البطاطس متقور البطاطسيه صغيره ونحمرها ونحشيها لحمه مفرومه. معروفه هي دي زيها بقى. زيها زي الخرشوف بس كده. بس دي اسهل. ليه بقى قولي ليه؟ عشان ديت احنا بتبقى سريعه التسويه مع الكفته. لا انا اسهل بالنسبه لي. عارف ليه؟ اتفضل. انا خايبه قوي في التقوير. في التقوير. ليه بقى؟ ايوه انا اصلا بستخدم ايدي اليسرى. انا شوله. على فكره المقاور كلها يا شيف لمين؟ وانا العكس. انا شمال. يعني الايد اليسرى او الايد الشمال هي اللي بتشتغل. فالمقاور الايد الشمال ده هو صاحب الضربه القويه. لازم توصلنا. شوف طبعا المصنعين للادوات المنزليه. اللاعب النجم الكبير محمد محمد صلاح طبعا نجمنا. هو خلي بالك برضه اشول في الكوره. ايوه فالاشول ده من هو اللي بيجي يشتغل صح يعني.
هناخد كده بس حد يقور وانا اشتغل الباقي على طول. هناخد دي كده بس تمام. هنحط حاضر عينيا. ده ايه؟ زعتر؟ زعتر. زعتر اخضر انا بجيبه ناشف كده. يا شيف ده موجود الزعتر. بيبقى موجود عند ايه؟ اعمل له ايه؟ اسلته من العود؟ هناخد منه شويه كده هنحطه بس اسلته يا شيف كده من العود بتاعه من غير العروق. لان العروق مش بتستوي، احنا عايزين الورقه الخضراء دي افصلها لوحدها. افصلها لوحدها. ده بيدي فليفر حلو قوي للاكل طبعا، خاصه الباستا، المكرونه، الكفته، النباتات العطريه، عمو الريحان والزعتر وروزماري. وروزماري صح، بيدي ريحه وطعم حلوين قوي. هنعمل ايه ست الكل؟ هنحطها زي ما هي كده الكفته اهي كبه. هنعمها اكتر يعني؟ هنعمها اكتر بواسطه التوست بتاعنا ده كده. استاذن طبعا الساده المشاهدين صوت الخلاط معلش. والتوست متحمص يا شيف؟ لا التوست طري بيطلع من الثلاجه زي ما هو كده، بنقطعه بنشغل الكبه كده بعد اذن الساده المشاهدين. مش بيحتاج ان هو يتحمص؟ بص بقى هنا السر والخلطه كلها في الحاجات اللي انا عملتها. اشرح لنا يا شيف بقى كله اتحط على بعضه، البصل والثوم. معلش انا اسف، اولا اللحم حاضر، اللحمه المفرومه مع الفلفل مع التوست كل ده بيتخلط مع بعضه. جميل. الفكره في ايه؟ ان انا مش عايز الكفته دي تفك بعد ما احمرها في الفرن ونعملها مع البطاطس والطماطم بالشكل ده كده. هنشغل الخلاط تاني، وعشان صوت الخلاط استاذن الساده المشاهدين هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع نكمل بعد صوت الخلاط المزعج. معلش انا اسف، نرجع نكمل حديثنا واسئلتنا مع الاعلاميه القديره الاستاذه هبه حسين. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الاعلاميه القديره المتالقه الجميله الرشيقه اللي كمان شاطره في مطبخها ومطبخها كلاسيكي ولها تركايه بتاعتها في وسط العائله الاستاذه هبه حسين. اهلا بيك مره ثانيه يا شيف. تقديمه قويه. مذيع شاطر. الله يخليك. مذيع شاطره بس طباخه شاطره، دي بقى محتاجه شهاده شهود. دي اللحمه المفرومه اللي ازعجتنا بصوت الخلاط. بس اتنعمت خالص طبعا، وحطيت فيها كل الخليط، كل الفليفر ما عدا التوابل. التوم لا برضو. توم حطيت وبصل وفلفل حار وفلفل اخضر كل ده، والزعتر اللي حضرتك حطيتيه حلو قوي. وحطيت شويه ميه، شقشاء ميه ساقعه علشان حبه ميه صغيرين، لان التوست يعني المفروض ننقعه في ميه او في حليب، احنا حطيناه زي ما هو. ليه تاثيره في الحليب؟ في الحليب طبعا. هناخد معناه ايه يا شيف؟ بيعمل يعني ايه؟ بيدي طراوه لحته اللحمه، بيخليها طريه بعد ما نحمرها او نشويها. ان التوست يتنقع في لبن؟ في لبن او في ميه. كده اللحمه المفرومه جاهزه، بنخليها قدام حضرتك كده عشان عايز حضرتك انت اللي تقفلي الاكل دي عشان عندي شغل كتير. افردها؟ لا هنقول لك دلوقتي. استني هنحط البهارات بتاعتنا، بس الطبق ده مهم جدا وانا عايز حضرتك اللي تتبليه بايدك بقى. ده ملح وفلفل وبابريكا وكمان زعتر. ما هي مش متحدقه خالص. حاجة خالص. اوكي حلو قوي. احبي لمسات حضرتك كده. فلفل اسود، اعتبري نفسك في المطبخ استاذه هبه. بحبه كتير شويه. أيوة. الفلفل الاسود ده زعتر؟ لا ده مش ده سمية. هيدي مزازه بقى. ايوه الموضه بتاعتي. انا بحب دبس الرمان في الاكل جدا. مش هو دبس الرمان هو برضه دبس الرمان كمان ده حلو الكفته. ده جميل. والفراخ كمان بيبقى حلو قوي. تمام زي الفل. شو الزعتر عاجبني. نقلبها بقى. ايوه
وانت بتقلبي الكفته الحلوه دي كده وانك انت شاطره في المطبخ، ففي شهود هيقولوا الاكل بتاعك بقى ويمدحوا في الاكل بتاعك. معوداهم ان يبقى الطف حاجه هو الاكل اللي احنا عاملينه في البيت الصراحه. انا بشجع دايما الام تخش المطبخ. انا ام مصريه صميمه. واضح هو شغل والمطبخ على طول. دول هندخلهم الفرن بقى ياخدوا ايه كفايه كده علشان هتتشمع. تتشمع تتشمع يعني ايه؟ هو حضرتك دهنت القارب بقى حاجه ولا هي دي دهون اللحمه المفرومه؟ لا دهنتها بشويه زيت. تمام. هندخلها الفرن تتشمع عشان بعد ما يلزقش. بعد التشميعه دي يا استاذه هبه هناخدها نرصها هنا واحده لحمه وواحده بطاطس وواحده طماطم. قولي ورايا كده. واحده لحمه الاول وبعدين البطاطس هي اللي فوق. لا زي ما انا بقول كده لو سمحت. اوف حاضر. واحده لحمه وواحده بطاطس وواحده طماطم. واحده لحمه واحده بطاطس واحده طماطم. ده موضوع كبير تاني قوليها بعد عشان واحده لحمه اصدقائك. ايوه على الجروب بقى يقولها لك كده. واحده بطاطس واحده طماطم. واحده لحمه وواحده بطاطس وواحده طماطم. واحده لحمه واحده بطاطس واحده طماطم. طيب تمام هندخلها الفرن اهي. يلا التشميعه دي اهي. يلا بص عليها التشميعه. تقعد قد ايه في الفرن؟ 10 دقائق وخمس دقائق. حلو قوي. احنا بس هنرصها وكده تعتبر استوت. طب حلو تمام كده خلصنا من الغلبه بتاعه الكفته وصوت الخلاط. بنعتذر كمان مره اشيل دول كده على جنب. تسلم ايدك يا شيخ مغني. نخش الله يسلمك ونخش على احلى جلاش بالقشطه ملعبك. ادي الكسرولة. اغير ممكن اغير الجوانتي علشان الطبيعي اي حلو بنخش فيه على طول بنعمل عمليه تغيير للبلانشه والسكينه والجلافزات وكل ده. اتفضلي ست الكل ونبدا ان احنا نشوف مقادير الجلاش بالقشطه من ايد الاستاذه الاعلاميه القديره الاستاذه هبه حسين اللي منورانا النهارده في بيتها. ميرسي يا شيخ مغازي. هو التلفزيون المصري والقناه الاولى هو بجد بيتنا. ده بيت كل الدنيا يعني. وبيت كل المصريين. الله يبارك لك. والفضائيه المصريه طبعا متشافه في كل انحاء العالم. بص يا ست الكل احنا معانا القشطه اهيت عملناها. هي شفت ازاي دي قشطه بيتي اللي هي ازاي بقى بيتي؟ انا لفت نظري حضرتك بتقول في المقدمه ممكن نعملها في البيت ولا دي المهلبيه؟ هي مهلبيه بس تقيله شويه. شفت ازاي دي تقيله شويه يعني حاطط عليها نشا اكتر في نشا تربيتك. وحليب وسكر وفانيليا. تمام. نشا وحليب وسكر وفانيليا. نشا وحليب وسكر وفانيليا. بناخد تسميه كده حليب وسكر وفانيليا عشان النهارده خلاص بتحفظني خطوه خطوه كده. لا لا هي الفكره وانا امشي وراك على طول. المشاهدين بيحبوا من الشيف المغاز دايما التركايه ديت. واحده بطاطس على فكره الناس ممكن تحفظ التون بتاع حضرتك اللي بتقول بيه فعلا ويرن في ودنهم بعد كده هم واقفين في المطبخ يفتكروا. بكون مثلا مع الاولاد وبشتري حاجه بمجرد ما بتكلم بلاقي الكل يبص الشيف المغازي على طول مجرد ما اتكلم في موضوع. يعني احنا هنعملها صينيه ولا هنلفها؟ هنلفها. حلو قوي. على البلانشه بتاعت حضرتك. طيب. كده استاذنك نشيل دي كده. عينيا انا هستاذن حضرتك سكينه. تمام. انا عايزك بقى ايه ليه بقى سكينه حضرتك هاتي سكينه كده. ايوه وانا هقول لك بقى ايه انا بعمله ازاي. عايزك بقى وانت بتعملي الجلاش ده كده ترجع لذكريات ماما واكله ماما. انا كل اكلي اكل اللي كنت انا كل اكلي ماما. اكل ماما والولاد يقعدوا يقولوا لي بقى ايه لا على فكره دي مش زي ما نناة عملتها. لا ده اكل نناة احلى. انا بفرح انها كويس. بفرح ان هي مامتي يعني مش بزعل خالص. اقول لهم ما هي اصل نناة خبره اكتر مني. بس انا بعملها بنفس الطريقه والله يا ولاد. يعني بس هو انا كل تكاتي تكات ماما واكلي كلاسيكي زي ماما. حضرتك مهما تعملي يرجعوا تاني الاكل نينا يعني. لازم نناة هي الاكل المرجع طبعًا. يعني لأكلة أمي وذكريات أكلة أمي مهما يجي الزمن ويروح الزمن مش ممكن ننساها. معلقة. إيه الأكلة؟ أتفضل. إيه الأكلة اللي تحبي تاكليها من إيد ماما دايماً؟ كل المحاشي. البطة على الطريقة الدمياطي بحبها قوي. المحشية بالمرتة. محشي بالمرتة. قولي لنا بيتعمل إزاي ست الكل؟ أقول لك. علشان إحنا ده أساسي في العيلة عندنا. إحنا عندنا أصول الجدود. أصلاً دمياط. حضرتك أصلاً من دمياط. وأنا بحب جدودي. بحب بتوع دمياط. هنحط حاجه مع المهلبيه ولا لف على طول زي ما ولا هنحط ولا هنحط سمنه شويه جواها؟ انا هجيب لحضرتك سمنه اهيت عشان تطرى. أيوة. كده ما تبقاش ناشفه من جوه. ممكن تزودي الحشوه شويه كمان اذا انت حابه. زودتها اهو. وادي السمنه كل حاجه. المحاشي عندي. طبعا بكل انواعها ماما استاذه فيها.
ال سجل يا تاريخ الأستاذة هبة حسين الإعلامية القديرة من مقدمة نشر إخبارية وبرامج سياسية وتغطية المؤتمرات القومية بتعمل دلوقتي الجلاش بالقشطة والسمنة البلدي والبلدي يوكل ريحتها أيوة. حلوة وقول لنا البط بالمرتب يتعمل إزاي بالتفاصيل بس هقول لك بقى بعد إذنك قولي بطريقة النشرة ده اختبار أنا هقول لك بطريقة النشرة بطريقة النشرة بطريقة النشرة طريقة النشرة ده لغة عربية طب ما خليها عادي علشان الناس تعرفها كده الأول وبعدين أقولها لك بطريقة النشرة طب عادي قول يا ست الكل طبعا احنا بنخلي البط عادي جدا طريقة التنظيف الطبيعية بتاعته ان احنا بنعمله بالدقيق والملح وكده قبل ما نطبخ أي حاجة زي أي طيور يتنضف بالدقيق والملح زي أي طيور وبعد كده بعمل كمية بصل كبيرة قوي حلو واحط عليها حمار البصل في سمنه ولا لا في زيت لا 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 بفريه في الكبه أيوة. وبعدين ما يبقاش ناعم قوي يبقى شويه خشن بيقولوا البصل خشن علشان لسه هيخش جواها فهيستوي وبحط عليه ملح وفلفل وكمون كتير ويتخلطوا مع بعض وحبه رز صغيرين قوي مش مستوي يعني رز بس مغسول حبه صغيره قوي بس البصل هو اللي يبقى اكتر يا شيخ حلو وبعدين بحشي مركز معاك يعني بحشي بيها على طول وبس بقفل بقى البطه حلو وبعدين بنفس الخلطه دي بحط زيها في الميه اللي هتتسلق فيها حلو باخد منها حبه احطها في الميه اللي هتتسلق فيها عشان بيدي الطعم بتاعها في احنا مش بنسميها شوربه بنسميها مرتة المرتة المزازه والكرمله بتاعه البصله ايوه وبعدين بحط في ميه البط وهو بيتسلق نص برتقانه حلو علشان بتودي بقى اي زفاره خالص جديده نص برتقانه نص برتقانه او بتعصر ليمونه حلو لكن انا لقيت ان البرتقان بيدي تسكيره حلوه في يعني طعم مسكر كده في الشوربه بيبقى حلو وبيدي ريحه حلوه في البط حلو البرتقان في الكيكه في البط في فليفر الاورنج بالذات عموما طعمه دايما بيبقى هو يخطف الطعم في التست وبعدين خلاص بقى بعد ما بتستوي بطلعها بحمرها سواء بقى في الفرن او بتتحمر بالطريقه التقليديه يعني على النار في طاسه فيها زيت بس في الفرن بيبقى احسن لان هو اصلا بيبقى دسم فبيتحمر وبيبقى تحميرته شكلها حلو وبيبقى اقل دسامه يعني صحي اكتر ان احنا نحمره في الفرن بمناسبه الدسامه والاكل الصحي الاستاذه هبه حسين الرشاقه والاناقه والثقافه فين هي من المطبخ الصحي في مطبخها؟ أنا أكلي كله يعني الأكل التقليدي فبتهيالي هو الأكل الصحي يعني الأكل التقليدي هو الأكل الصحي اللي هو الأكل المتكامل يعني فيه بروتين فيه خضار يعني نخلي على الأقل يوم صحي في البيت أنا ما أعملش قوي معجنات وكده ما بحبش إن هم يطلبوا الأكل الجاهز لأن طبعا الأكل السريع والجاهز ده دهونه عالية قوي طيب استاذة هبة علشان جات لنا دلوقتي اوردر ان احنا نطلع فاصل استاذن حضرتك تطلعينا فاصل بما انك اعلاميه شاطره وانا بتعلم من حضرتك طلعيني بقى فاصل بطريقتك طيب احنا دلوقتي بنعمل الجلاش استنى قبل الفاصل قبل الفاصل قبل الفاصل بص على الحلاوه والشقاوه في اداء اداء الصوص ده والفليفر ده والشقاوه دي والحب ده هنغلف بيه الصينيه بعد ما نحطه ونرص الرصه الجميله حلو قوي يلا لحمه بطاطس بطاطس قولي واحده بطاطس وواحده لحمه فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومعانا الاعلاميه القديره مقدمه النشره الاخباريه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه والبرامج السياسيه وتغطيه المؤتمرات العلميه والقوميه الاستاذه هبه حسين اهلا بيك يا شيف مره تانية واهلا بكل المشاهدين معايا انا مش بطيئه ولا حاجه ببقى في البيت بس مش عارفه ليه هنا بطيئه لسه بلف في الجلاش ده انت مشهود لك انك انت شاطره في المطبخ الناس هتقول عليا المخرجنا الجميل جيب لي التحفه الفنيه دي اللي في قلب الطبق حبيبي انت عامل تابلوه فعلا شفت دايما طريقتك لرص الاكل انا ما تخيلتش ان هي هتبقى كده افتكرتها تبقى فوق السلطه اللي بتعمليه رقات فوق بعضها طلعت لا دي يعني شفت بقى التركه دي حلوه نرجع بقى للموضوع هنا الصلصه اللي هي السر اللي هي التركية يا أستاذة هبة بسم الله الرحمن الرحيم أنا بقتنع قوي بمقولة إن العين بتاكل قبل البق طبعا هناخد يعني الفليفر ده كده شفتي ده كده شوية دول كده أهم زي ما هما كده أهم هنا يا ويلي يا ويلي ده نزل من اللحمة
في التوابل وفي العشق وفي الحب معي. كل ده هو ده. وناخد شويه صوص طماطم الذهب الاحمر ده كده. بص يا استاذة هبه ايوه هنا اهو دي طماطم متسبكه، طماطم متسبكه او صوص طماطم خفيف كده، في معلقه السكر والمزازه، رشه الزعتر الجريئه. الله. ونقلبهم. فاستاذن الاستاذه هبه بايديها ولمسات ايديها اهو. غلفي الطابلو ده كده بايد حضرتك. حاضر. انا خلاص بقى احنا اتفقنا ان انا ايديا معكوسه، معلش. اتفضل. احطه؟ لا انا عايز بقى تتعمق. انت في المطبخ في البيت، ما تخليش عليها تتفرج علينا وتقول فين ماما. عاليه. ايه ده؟ عاليه. شفتي لازم صوص الطماطم يكون خفيف وفاتح. هي طبعا هتمسكني بعد الحلقه هتقولي اصل الكوتشي بتعملي اهو. لازم يبقى خفيف وفاتح، لازم عشان تفاصيل الطابلو ده يبان. لو صوص طماطم تقيل وسميك هيغطيها. هتغطيها. ايوه تسلم ايدك. انا هبقى اسرع اهو. هو لحد امتى نفضل نحط لها الصوص؟ لغايه لما نخلصه كله. كله. يعني مش يكتر مثلا فيطري البطاطس اكتر من اللازم او كده؟ انا عامل الكميه على قد دي بس تبان التفاصيل. تسلم ايدك. كملها بقى. أيوة. عشان الامانه. أيوة. بتقول كده. تسلم ايدك. هو ده الرشه الجريئه. شفت بقى دي؟ شفت التركايه. أيوة. دي الرشه الاخيره. العب. بص 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 بص. بص. هو ده. ده ايه بقى؟ ده بقدونس. الله. حبيب الكفته. طبعا. استاذه هبه هتدخلها لنا الفرن. طبعا. اتفضلي استاذه هبه بقى. ان هي تحط البطاطس في الفرن ولينا دي مكانها فين؟ فوق ولا تحت الصينيه؟ هاتيها هاتيها. فوق ولا تحت؟ احطها على الشبكه ولا تحت؟ سيبيها على الشبك فوق. على الشبكه فوق. ليه؟ عشان تاخد لون. اللحمه مستويه. هو الفرن ولع من فوق؟ جاهز. ولع من فوق ومن تحت. ايوه. اتفضلي. ميرسي يا شيف. يعني مشغله الشوايه مع الفرن نفسه؟ مع الفرن نفسه. مذيعه شاطره بس هي في البيت مش انت مش مرتبكه ولا حاجه، انت شاطره جدا في المطبخ. والدليل على كده لما حطيتي لي الزبيب الاحمر جوه المسقعه انت غطيتي كل قواعد المطبخ. طب الحمد لله. في تركيه صغيره. لا اصل انا عايزه اقول لك حاجه. مش في ستات بتقول لك اصل المطبخ مش بتاعي، مش واخده عليه، ما اقدرش افضل. هو ده طبعا. انا واقفه في مطبخ مش بتاعي. فبحاول. طب الجلاش كده خلاص؟ هخلص اخر كده. أيوة. وبعدين نبتدي بقى ندهن الوش كمان. أيوة. سمنه بس لفيته علشان بقى يتحمر في الفرن. في الفرن. أيوة. ويبقى متقرمش. هندخله الفرن متقرمش حلو بقى. فريق العمل الجميل مع الاستاذه هبه حسين الاعلاميه القديره عملت لنا احلى مسقعه جابتها لي على الهواء. ده فطار النهارده. شكرا يا مدام. الفطار بتاعي جاهز. معايا شوربه البسله هنعملها بالكريمه، بسله وبصل. وتومه على النار، مقاديرها على الشاشه، واصابع الجلاش المحشيه بالقشطه مع الاستاذه هبه. يبقى معانا طبق الفول الجميل اللي هو موثق بالعلم والابحاث العلميه وواخد الشعار المصري. ناكله في الصين، ناكله في اليابان، ناكله على القمر من فوق. الأساس. هو مصري. هو الاساس. ايوه. البسله معانا بتغلي على النار ونشتغل في طبق الفول بتاعنا. ولما بتتسحر فول بحس ان بيبقى الجوع اقل. يعني لا ما هو الفول. عشان برضو نتسحر فول يا استاذه هبه لازم يكون جنبه طبق السلطه الخضراء. ايوه. والحته الجبنه القريش اللي هي علامه وشعار المطبخ المصري والصعيد المصري. حلو. الجبنه قوي. القريش. ايوه. ايه رايك في نظافه مطبخي؟ زي الفل. حلو خالص. انا عايز استاذه هبه حسين تقول لي حاجه مهمه جدا. تحب تاكل ايه من ايد مامتها؟ في عجاله كده. انا احب اكل من ايد مامتي المحشي. صينيه والله ما خدت بالي. انا المحشي اهو المسقعه اللي هي جابتها لي لسه خاطفه الانظار لغايه دلوقتي. تحب تاكل المحشي ورق عنب ولا كرومب؟ ورق العنب. ورق العنب. عيش. انا احب كنت اكل من ايد امي الله يرحمها محشي الكرومب. والارانب. ماما والارانب. ملوخيه بالارانب. ارانب مع الملوخيه. بتبقى حلوه قوي. يعني بتبقى ليها طريقه خاصه كده وتحمير خاص. تحمير الارانب في السمنه. حلو. استاذه هبه الاعلاميه القديره، رمضان في مصر حاجه تانية من وجهه نظر الاستاذه هبه. حاجه تانية قوي. حاجه تانية قوي. ابدعي لي في الموضوع. يعني انا عايزه اقول لك ان انا يعني اول ما قرروا فكره البرنامج وكده وقالوا المذيعين هيبقوا فيها الاول تخوفت كده، وبعدين ايه رحت مكلمه مامتي. هي حل. انا يعني هي ربنا يديها الصحه، يمكن لو كانت في مصر دلوقتي كانت زمانها كلمتني. هي خارج مصر. ترجع ففرق التوقيت صعب ان انا كان ممكن ان انا اوصل لها.
بس قلت لها الحقيني. انا يعني عايله جدا دلوقتي. بنفسي مهما اكبر مهما اكبر لا يعني ماما انا بنت وحيده فهي صاحبتي وكل حاجه بالنسبه لي، ربنا يخليها يا رب ويحفظها وكل سنه وهي طيبه وهي طيبه. فقلت لها ده انا عندي كذا كذا، قالت لي طب انت هتطبخي ايه ما تقلقيش. قلت لها انا مش عارفه انا هطبخ ايه حل. بس لحد دلوقتي يا شيف لما اقف مع ماما او اعمل اكله ممكن اقف في نص الطبخه كده واروح مكلمها مثلا تسيب باب التليفون. هو يا ماما احنا كنا بنحط ايه قبل ايه؟ هو كان لازم مثلا هي حجة عشان تسمعي كان لازم البصله تتصفر وممكن بقى الاقي نفسي مثلا انا بتصل بيها في التوقيت عندها هي الفجر وانا واقفه الظهريه. فمش بقدر، هو انا برضو بجري على ماما يعني. ايه رايك ان احنا نحط الكريمه على الشوربه؟ ربنا يحفظهم ربنا يخليها لك يا رب ويطول لك في عمرها ويرحم من رحلوا يعني وموجودين بروحهم وبوصفاتهم وكل حاجه اكيد برضو معاهم. يعني اللي مامته رحمه الله عليها اكيد له ذكريات مع اكله طبعًا والدته طبعًا. واللي مامته عايشه نصيحه من شيء بتحبوه وبيحبكم، ننام تحت ايديهم ورجليهم طبعا، الميه من ايديهم شربات يا استاذه هبه، والدعاء والدعاء الدعاء دي حاجه تانية بقى، الدعاء دي هي البنزين بتاع الحياه. صحيح البنزين اللي بنمشي بيه طول الحياه هو البركه. هو البركه، الشوربه نغرفها مع بعض منهم يعني. هو طيب. هي والوالد ربنا يخليهم يا رب. امين يا رب العالمين. الشوربه اهيت، الجلاش ده مش هيتحمر ندخله الفرن، الفرن بس هينفع نحطه في الفرن من طيب. تحت مش يتاثر يلسع لا لو حطيناه من النص التحتيه. الشوربه في طريقتين، ما احنا نقدمها سليمه زاويه كده. لا حضرتك كده ما قلتليش الشوربه الاول عملتها ازاي. انا بحب دايما تفاصيل الشوربه اذا كانت بسله انزلها سليمه زي ما هي كده حلوه مع الكريمه مع بصله محمره مع التومه. الكريمه دي بتعمل كريمة معلقه دقيق مثلا بتدي قوام للشوربه ممكن حليب ونشا او ممكن كريمه لباني بالشكل ده كده مع رشه الكرفس ملك الشوربه. طبعا حضرتك هتحطها لنا بايدك كده عشان وقتنا خلص. فين الكرفس؟ فين الكرفس؟ مفروم جاهز احطه على الوش على الوش. ايوه اسمح لي اشيل دي كده هدخل الجلاش. الجلاش لا خلاص، هم الساده المشاهدين معايا شطار هيتخيلوا هيتخيلوا. هو ده نشيل ده كده من هنا عشان الصوره حاضر يا فندم اهوت، ونطلع صينيه البطاطس من الفرن بسرعه. انا اطلعها انا ابص عليها كده مش قادره برضو لسه واخده على وقفه المطبخ ببص عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الطابلو اللي عملته الاستاذه هبه كده. لا ده لوحه فنيه حضرتك اللي عملته. بتسلم ايه طبق الفول بتاعنا حلو قوي يا شيف. عيني حاضر والله العظيم. اهوت حلقتنا النهارده كنا طبعا ضيفتنا الاستاذه هبه حسين الاعلاميه القديره، عملنا صينيه بطاطس ولحمه في الفرن، عملنا شويه فول بالطحينه طبق السحور، عملنا شوربه البسله، والجلاش من ايد الاستاذه هبه حسين بيتكلم مصري اهو. يعني نقول رؤيه ده لما يستوي هيبقى حاجه ضاميه طبعا. ياخد الشربات. اشكرك يا استاذه هبه حسين. ايوه صح مش كده حضرتك. انا اللي بشكرك انا اللي بشكر حضرتك على الحلقه الحلوه، ويا رب اكون يعني وفقت فيها. لا وفقت عشان بره خارج ديسك الاخبار كده والتغطيات والحاجات اللي احنا واخدين عليها خلاص بقى خبرتنا بقت فيها، لكن ان احنا نقف قدام الكاميرا نطبخ ده الجديد. ومش مطلوب من حضرتك تكوني يعني شيفه على الشاشه، كيف انك انت اعلاميه قديره. طب الحمد لله. اشكرك يا ست الكل. وطبعا اشكرك على الطبق الجميل اللي حضرتك اديته لي ده، طبق المسقعه. ميرسي والف هنا يا رب ان شاء الله يعجبك. وهستنى منك تليفون تقولي رايك. اشكرك وسلام طيبه. وحضرتك طيب وبالف خير، وكل مشاهدينك بالف خير. امين. ورمضان كريم عليكم وعلى التلفزيون المصري والقناه الاولى وكل المصريين. شفت بقى شفت الاعلاميه القديره يعني رؤيه يعني فن يعني ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.